عشر مشروعاً ضمن حزمة أولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد، أطلقها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أوائل آذار الماضي، وهي الأولى من نوعها لمعالجة نحو 80% من عقد الازدحام الخانقة في العاصمة، ضمن التزامات البرنامج الحكومي بتقديم الخدمات لأبناء الشعب. مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد تتضمن استحداث وتطوير طرق وجسور ومجسرات وأنفاق وساحات وتقاطعات. المشروع الأول إنشاء جسر البنك المركزي الجديد لربط شارع زها حديد في الرصافة بمقتربات ساحة النسور في الكرخ، والثاني إنشاء مجسر في تقاطع المصافي وربط الجسر ذي الطابقين بالجسر المعلق وإنشاء نفق ساحة أحمد عرابي، والثالث إنشاء جسر الزعفرانية لربط المنطقة بطريق دورة يوسفية للمرور السريع وإنشاء تقاطع مجسر على هذا الطريق. أما الرابع فيتمثل بالطريق الرابط بين سريع محمد القاسم وكركوك بغداد مرورا بحي البساتين. خامس مشاريع الحزمة الأولى لفك اختناقات مرور بغداد مجسر يربط سريع محمد القاسم بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، والسادس إنشاء مجسر على القناة لربط شارع الداخل بحي المهندسين في شارع فلسطين، والسابع إنشاء مجسر على القناة لربط منطقة جميلة مع امتداد شارع الجهاد باب المعظم، أما الثامن فإنشاء مجسر لربط شارع 77 من تقاطع القدس إلى العبور. تسع مشاريع الحزمة الأولى لفك اختناقات مرور بغداد تطوير تقاطع قرطبة في شارع بورسعيد، والعاشر إنشاء مجسر لتطوير تقاطع دورة سيدية على طريق بغداد حلة، والحادي عشر تطوير ساحة النسور وإنشاء جسور وأنفاق ومجسر فوق السكة باتجاه تقاطع أم الطبول، أما الثاني عشر فتطوير ساحتي عدن وصنعاء. المشروع الثالث عشر تطوير تقاطع الشالشية والطوبشي، والرابع عشر تنفيذ مجسر الطلائع وربطه بشارع البيجية مرورا بمقبرة الشيخ معروف ومطار المثنى، خامس عشر تطوير تقاطع معسكر الرشيد مع سريع الدورة عند مجمع المشن، أما السادس عشر وهو الأخير في الحزمة الأولى لفك اختناقات بغداد فهو تطوير تقاطع الفنون الجميلة. وزارة الإعمار والإسكان صرحت ليو تي في بأن 14 من مشاريع الحزمة الأولى لفك اختناقات مرور بغداد انطلق العمل فيها بين تنفيذ وإحالة إلى الشركات، فيما يبدأ العمل الشهر المقبل بالمشروعين المتبقيين وهما جسر البنك المركزي ومجسر تقاطع المصافي. وزارة الإعمار كشفت ليو تي في أيضاً عن وجود حزمة ثانية من 20 مشروعاً لفك اختناقات مرور بغداد تعمل الجهات المختصة في الوزارة على إعداد الدراسات الخاصة بها ومن ثم رفعها إلى وزارة التخطيط لتخصيص الأموال اللازمة لها.